هلا رح نتابع الأخبار السريعة مع حمزة بن جدو بتسعين ثانية. ما فعل حاتم المسحل نائب رئيس الاتفاق السعودي للشفاء بعد أن أصيب بفيروس كورونا المستجد وفق ما أعلنه حساب النادي الشرقي الرسمي في تويتر. تداولت أخبار عن قيام إدارة النصر السعودي بإجراء مفاوضات مع غلاتاسراي التركي لتمديد إعارة المدافع البرازيلي مايكون بيريرا موسما إضافيا أو شراء عقده دائما مع النصر، حيث كشفت أخبار محلية بأن الأصفر سيدخل منافسا للهلال للحصول على حقوق استئجار واستثمار ملعب جامعة الملك سعود. انتشرت أخبار عن قيام عدة أندية خليجية في التواصل مع وكيل أعمال اللاعب الجزائري يوسف البليلي لاعب الأهلي السعودي بنية التعاقد معه إلى الهلال، حيث كشفت صحيفة ديلو سبورت الإيطالية بأن نادي فاسكو دي غاما البرازيلي أبدأ اهتمامه بضم الإيطالي لاعب الهلال سيباستيان جيوفينكو ودخل في صراع مع أي سي ميلان وبارما. أنهت غرفة فض المنازعات القضية المرفوعة من نادي الفيصلي ضد اللاعب إبراهيم غالب وقضت بفسخ العقد بين الطرفين. تحدث البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي عن احتمالية إصابته بفيروس كورونا هو وأسرته في الأيام الماضية بعد ظهور بعض الأعراض المختلفة عليهم. بعدما ربطت تقارير فرنسية اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب أي سي ميلان الإيطالي بالانتقال إلى باريس سان جيرمان بصفقة تقدر بثلاثين مليون أورو، أوضحت جريدة كالتشيو ميركاتو الإيطالية بأن فرضية الاستغناء عن بن ناصر غير مطروحة حاليا لدى إدارة ميلان.